السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في حلقة جديدة من توتال اوفر دوز. في الحلقة اللي فاتت احنا وقفنا عند ان احنا خلصنا مهمة من المهمات بتاعتنا. شفنا طبعا بقى ايه اللحوم، تقريبا هم كانوا مربين او عاملين مشكلة مع اللحوم مع الراجل دوت لانه عنده لحوم فاسدة تقريبا. طبعا ده يعني اسقاط سيء جدا على المهمات اللي احنا اصلا ماشيين فيها، لكن يعني خلينا نقول ان احنا عملنا مهمة كانت لحد ما كويسة جدا الحلقة اللي فاتت، فبناء عليه احنا داخلين على مهمة تانية، ولكن مش عارف انا ايه اللي انا وديت نفسي فيه ده بصراحة. فاحنا هنشوف كده مهمة كمان كده اللي هي المهمات التمهيدية اللي بتدخلنا في الميشنز بتاعتنا، وكل ده هيكون طبعا بكل تأكيد بعد الانترو طبعا اللي هيخش دلوقتي حالا. تأكد انك عامل لايك ومشترك في القناة ومفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جاية اول باول، و خلي الانترو ينزل. بتاعتنا زي ما احنا مش شايفين كده هي ورا، فاهو الراجل واقف هناك اهوت. مش ناقصه بقى كلام فاضي، خلينا نروح نشوف الراجل ده عايز ايه. هات يا باشا اللي عندك. Listen my friend, you're looking for traditional Sambaro بين مش عارف ايه special American price for you سينيوري. انترستد؟ انترستد طبعا. 1500 بوينت يعني كويسين. خلينا نخش المهمه الجايه باريحيه يعني. فورينا يا سيدي. احنا المفروض بقى نروح هناك كده. طب انا معايا اسلحه ايه؟ حلو ده، ودول تمام، دول تمام. عمر يا عم كده اسلحتك، يلا يا باشا. كم واحد بقى؟ عد معايا كده، 1 2 3 4. 4 ده بشكل مبدئي يعني، في 4 كده. It's a trap. اوكي نار نار نار، ابعد عنه. اربعتاشر عشتيف. خلصنا المهمة دي كده في السخان. بص يعني احنا دخلنا ضربناهم خلاط في بعضيهم كده. عاش. نطلع على المهمة اللي بعدها. المهمة بقى المفروض تكون اتفتحت، يعني لو ما اتفتحتش هنضطر نلعب مهمة كمان، فأظن ان هي اتفتحت. اتفتحت اوريدي، بس بقى كده هنحتاج تاكسي. كده هنحتاج تاكسي. تاكسي، ادي تاكسي. يلا في السكة كده. ودينا يا باشا عند سيدني. هم ايه يا عم؟ يا عم هم ايه؟ انجلز ابارتمنت. وكأن الراجل دوت عارف مين هي انجل ومين هي وفين الابارتمنت بتاعتها يعني. ف يعني يكون يعني هيلث دي هحتاجها، مش هحتاجها. اطلع لي بس على انجلز ابارتمنت كده، الشقة بتاعت الاخت انجل في السخان كده اهوت. انتي قاعدة في الدور الكام يا بنتي؟ انتي تحت ولا فوق؟ ايوه هي انجل اهي، يعني قاعدة في الدور اللي فوق. والشمس يا ستي انجل، والشمس يا ستي
الشمس ما بتنقح. كشيش كشيش كشيش. Okay, it's all clear. Are you ready for some action? Sure, I thought you'd never ask. Listen, all the Virgilio kingpins are meeting at El Macho Bar. I'm guessing high on the agenda is how to kill Cesar Morales. I got that one covered, man. I'm taking that bull by the horns with immediate effect. Ramiro. Carry on. Well, you should get over there and offer your services. What's in it for me? They help you, and they give you information. غشيم. انا غشيم. ولا هيعملوا لي يعمل لك ايه يا هاله؟ يا هاله كلها مصالح هاله عشان تتصالح يا هاله. يا هاله يا عديم المفهوم. ايه اللي انا عملته ده بقى؟ اهو تاب كده، تاب من اجل التاب. يلا عم تاكسي تاكسي، ولا ناخد العربية دي؟ لا تاكسي بقى أروح بصراحة يعني. ادينا عند الكنيسة. يا لهوي مالكوا يا جدعان؟ في ده لسه بقول بسم الله. ايه ده؟ اوه terrific. There's an entrance through the roof of the bar. Go and find it. Roof? You know, nothing's ever simple with you, is it? لازم نلف لفة حلوة قوي. يلا يا عم. بتقول لي فوق السقف، المفروض على السقف في حاجة يعني. ار بي جي. يا نهار ابيض يا جدعان. ايه بقى؟ نطلع فوق هنا. هنا ولا لا؟ يا جدعان يا ساتر يا رب. نعم يا نعم. انت اسرت خلاص، اسرت. تقول لي you cannot refuse. Come on. Kill the ball. Cesar Morales is a puppet and somebody's pulling the strings. According to the Virgilios, he keeps the secret information in a safe in his headquarters.
He carries a key on a golden chain around his fat neck. Cesar Morales' HQ is located in the city bullring. He's chairman of the Bullfight Club, and him and his gunslinging bulls are on some kind of Tex-Mex trip down there. Okay. هنسوق ناحية اللي اسمه ده عشان ناخد البتاع اللي بتقول عليه ده. حلو. ممكن نحتاج دي. محتاجين برضو نعمر كل الأسلحة بتاعتنا عشان بس نبقى جاهزين. ها بس كده. طيب بندخو وانت مين هنجاو بندخو؟ كنت مستخبي؟ روح امك روز السي. انا احتاج دي. شمون راميرو اميرو بيج بولز بس نو برين كيل هيم بويز. تروح مني فين يا استاذ؟ ما تلونيش يا ريس يا بوس. لا ما لحقت شكرا ما لحقت شكرا ما لحقت. قالت لي ان في حاجه هتتفتح بس من مكان كده بس انا ما لحقتش اسمع هو ايه. ده الاوفيس. ده الاوفيس ده اللي فيه باب هنا ولا ايه؟ ده الاوفيس طيب ولا ايه؟ من بره يطلع بقى للأخ موراليس. داي غرينغو. مويري.
يا ابني تعالى يا ابني. ايوه تمام، هننزل تحت. اوكي بتاع فوق اهي. هما بيقتلوا بعض ليه؟ مينفعش انزل هنا غير ما انت عارف اهو. هقتلك، هات ده. ايه ممكن يكون هنا هيفي جن عامل بيه ده؟ بيقول لي داي كرينجو. ده مش هيتفتح خالص ده. طيب لازم انزل الارينا تحت. طيب حاضر، وده معناه ان انا لازم اطلع تاني. انزل ازاي بقى؟ ما رأيك اطلع هناك كده؟ عايز على الاقل سلم بقى يطلعني فوق. في باب هناك اهو. طيب حلو، انت اللي كنت بتضرب يا مين تاني؟ فين فين يس؟ انت فين يس؟ اه انت فوق هنا. اطلع كده ده امريكان بيج، اقتل الخنزير الامريكي. اه ولاد المكسيكية. لك قال على امي حاجاتها كبيره. Where are we gonna go? سيطرة. ايوه عايز انزل الارينا، انا كده ما نزلتش برضه. انا ما نزلتش. واحد صح واحد غلط. موت يا ان في ناس موجودة هنا، ده معناه ان احنا ممكن ننزل من هنا ولا ايه؟
احنا لازم ننزل الاستاد. دي المهمة بتاعت. طيب لو عدينا لحد هناك كده ممكن نعرف ننزل. مينفعش. ها ننزل فين بقى ازاي؟ طيب هو الحبل ده قلنا ان هو بيودينا الناحية التانية. طيب بعد ما جينا الناحية التانية بقى المفروض نعمل ايه؟ ننزل من هناك كده هنشوف. هنجرب. نزلنا من هنا مرة. انا كان ننزل شكلها كان المفروض ان احنا ننزل تحت. يلا أستاذ موراليس. نزلنا أخيرا. أوبا بسرعة ترانول. I think Freud would have had something to say about your obsession with my big cojones. Enough talk. Say hello to my balls. I mean bulls. حلو قوي. Huracan! Spicy move. هذا المجنون دول بيجوا منين؟ Is eclipsing the sun. Ready.
ما تموت يا له. ده انت تنح صحيح. دي موتة مزدوجة. كلهم ماتوا ولا ايه بقى؟ عشان بس نشوف الموضوع ده. هات لي الرشاش دوت. يلا عم موراليس. This is for setting me up, you big fat pile of bullshit. بص بقى ده. جيتارو ده كله عشان المفتاح اللي معاك ده يا عم موراليس. والله ما كان يستاهل يا عم. كنت راجل جنتلمان وكنت لطيف وحلو. ايه اللي مستخبي في ال افتح السرداب ده. Tommy, much as it pains me to ask for help, I got a problem. This safe is rigged with a friggin' bomb. Okay, take it easy. Do you see the two wires? Yep, a blue and a red. Cut the blue wire. But are you sure? Yes. You stupid son of a... It was the wrong wire. It's gone into countdown. Jesus, who's whining now? Just grab the envelope and get out of there. خلصنا على الأسطورة. الأسطورة الكاذبة. الأخ موراليس. موراليس الاسطوره الكاذبه. خلصنا عليه بحته الجيتار. حته الجيتار جلاسيه. ايه يا اسطى في ايه مالك يا اسطى؟ يعني ده لسه قتل البوس بتاعك. انت عبيط ولا ايه؟ معلش بس كده. انت فين انت؟ انتوا لسه متفضلين من جوه يعني؟ لا لا ده ايه ده؟ احنا خلصنا صحيح. خلصنا الحلقة دي. صح. اشوفك بقى في الحلقة الجاية يا ريس. كبير يا زعيم. عشان بقى نشوف في الحلقة الجاية عندنا مين بقى نقتله غير الاستاذ الاخ موراليس اللي خلصنا عليه في الحلقة اللي فاتت دي. فنشوف بقى الموضوع هيوصل معنا لحد فين. تاكد انك عامل لايك وشارك في القناه وفعل التنبيهات وشارك الحلقه وطبعا اشترك في القناه وفعل التنبيهات ولايك. لايكات عايزين لايكات كتير والله يا جماعه. عايزين نوصل القناه دي ل 10000 بقى. يعني 10000 سبسكرايبر هيبقى حلو قوي. واشوفك في الحلقه الجايه. سلام.